يوم آخر متعب كسائر الأيام الماضية. أنهكتنا الحرب، عدد الضحايا في ارتفاع، وزادت ألمنا الظروف التي نجري فيها العمليات الجراحية من أجل إنقاذ الأرواح. لكن لا مفر من الاستمرار، فلم آتي من بريطانيا إلا لنجدة أهل غزة والتخفيف من آلامهم. هنا مستشفى المعمداني، جئت إليه اليوم على عجل مستشفى الشفاء لإجراء عمليات تجميلية لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة. يبدو المستشفى مزدحماً بالمرضى بعد أن تجاوزت أعدادهم القدرة الاستيعابية، لكن ليسوا وحدهم من كانوا فيها، إذ لجأ إلى هنا مئات الناس الذين هربوا من بطش الطائرات الإسرائيلية التي تقصف الأحياء السكنية. يا إلهي، ماذا جرى؟ الضحايا في كل مكان، أجسام مبتورة وأشلاء متناثرة، مجزرة بحق الفلسطينيين. لقد لجوا إلى المستشفى هربا من القصف، فلحقهم القصف هنا. كان مشهداً صعباً وصادماً. خرجت مسرعاً من غرفة العمليات بعد انفجار ضخم هز أركان المستشفى. لم أكن أتوقع أن يستهدف الاحتلال المستشفيات بهذه الطريقة البشعة. كانت ساحة المستشفى قبل القصف مليئة بالناس. لقد لجأوا إلى هنا بعد قصف حي الزيتون وحي الشجاعية والدرج بشكل كثيف خلال النهار، لكنهم لم يعلموا أن القصف سيلاحقهم حتى هنا داخل مستشفى المعمداني. جثث وأشلاء متناثرة في كل مكان. كان المشهد مرعبا، لم أرى مثله في حياتي من قبل. وسط هذا المشهد المرعب كنا نبحث عمن نسعفه من أجل نقله إلى مستشفى الشفاء. لم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها المستشفى، فقد قصف بقذيفتين قبل 3 أيام من هذه المجزرة. أعقب هاتين القذيفتين اتصال من جيش الاحتلال بمدير المستشفى ليسأله لماذا لم تخلو المستشفى حتى الآن؟ لقد أرسلت إدارة المستشفى هذه التحذيرات وصور القصف إلى مطران الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا. بدوره أوصل هذه التحذيرات إلى كل المؤسسات الدولية. بعد ذلك طمأننا بأن المستشفى في مأمن من القصف، لكن ما جرى هو العكس. إنها مجزرة وحشية، أطفال بقرت بطونهم، جثث بلا رؤوس، وأجساد مزقت، وأطراف بترت.